والو باقي. ودابا حاليا تنهضروا معاكم الدور باقي مقطوع، راه الضو من 4 الصباح باقي مقطوع. اكثر هي مشاو لهم التلفازات اللي مشات لهم الثلاجه. حنا ما تبعوش لا سيروس، حنا تبعوك نتوما اللي مسؤول، نتوما كتخلصوا. هذا المشكل ماشي مشكل ديال دابا ولا هذا مشكل ديال خد واحد الوقت طويل. الحمد لله لان ما كاينش الله يستر كاين ليكسبلوزيون، كنا راه تحرقوا الديور كل المشكل، ماشي مشكله الالات، مشكل ديال كانت الناس غتحرق هنا في هذه العمارات هذو، والمشكل ما عندوش حتى اهميه، ما عاطينش واحد الاهميه لهذ الساكنه هذه. هذا البوست هذا هو اللي تيعطي لهذا الحي كامل المشكل. كان عندي كنت انا مسافر ديبلاسمون في الخدمه، تعيطوا لي مالين الدار شي دو فوا عندي المشكل يتفرق عليا في وسط الدار. انا سحبني البوطه هذا الشارجور شالت فيه العافيه، الكاميرا دابا حاليا راه صافي شي دي جور ما خداماش، تحرقوا لي ترونسفور، شرينا هذاك الشيء عاوتاني تنشوفوا مع 4 الصباح اليوم تنصلي الفجر، نفس المشكل تفرقع في العمارات ما فهمنا والو، ودابا راه مشينا مع 8 الصباح لعندهم، وحاليا راه باقي ما كاين حتى شي حاجه، مازال ما داروا معنا حتى شي حاجه. تقريبا دابا شي 10 ايام اللي كاين، والاشكال اللي كاين تقول لك دير الفاكتوراسيون وصوب، كاش غنصوبوا لك؟ اش غنصوب لك؟ نصوب لك انا الثلاجه تفرقعات وكون شعلت العافيه تصوب لي الروح ديالي؟ ماشي مساله ديال صوب، مساله ديال المشكل عندهم خاص هذا الشيء تصوب. هذا راه من القديم عندنا هذه الاشكالات، الا جا الضو تيحرق لينا كامل. ودرنا شكايه اول ما سكننا في هذه العمارات كانت تجيني الفاكتوره في 120 درهم، قطعوا علينا واحد المده ديال الفاكتوره ديال الوراق، قالوا لنا حقك كاين مشكل، طلعوا لنا الباريم 400 درهم، درنا شكايات نزلوا لنا 25000 فرنك. شوف دابا التلاعب ديال الارقام ديال الفلوس، زادت الدرهم في العمارات شحال الفلوس تطلع. المشكل هو الضو طلع لادابتاتور طلعت لنا 380، واش 380 غيبدل واش باقي بنادم حي؟ راه عندنا الزلمه ما شعلتش فينا العافيه. ها هي راه مقيده في التليفون، ها هي ها هي طلعت. ما كاينش الحد جا درنا شكايه قبل من العيد. والو باقي ودابا حاليا تنهضروا معكم الدور باقي مقطوع. راه الضو من 4 الصباح باقي مقطوع. دابا راه ما عرفناش شنو واقع، جاري راه هو لتحت في البرومي طاج تحرقات لي الثلاجه مع 7 ونص ديال الصباح، حيت منين نرجع رجع بواحد بزاف، ومازال حنا حاليا ما عارفينش منين يرجع الضو عاد نعرفوا شنو اللي قال لي واقع علينا. كاين هذا المشكل ديال الضو، خدينا واحد ريكلاماسيون فهمتي ديجا عندنا راه جاي شي سنين دابا حنا ساكنين. انتم كديروا شكايات ولكن مازال باقي ما كاين حتى شي حل فهمتي، وداز دابا 15 يوم دابا وقع ثاني مشكل. أكثرية مشاو لهم التلفازات اللي مشات لهم الثلاجة، دابا اللحم راه خسر مشى مشى المشكل ديال سميتو كل شيء مشى. دابا أكثرية ديال الناس راه مشات لهم التلفازات الثلاجات كل شيء مشى لهم. أشنو قالوا لينا راه اسم الموبيل ديال 45 هو اللي منه المشكل، طلعناهم تما حلينا لهم المكانة ما كاينة حتى شي حاجة تم، عاد نزلنا مع تال هنايا البوست عاد اش قال لك راه المشكل من عندنا من البوست هذا اللي كاين لتحت. عاد باش شفنا الموقعين باقي ما جاوش عندنا هنايا دابا. أولا كنشكر القناة على تلبية الدعوة، طول الميساج اللي كاين هو ان هاد الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء راه ما خدامينش معنا في هذه المنطقه هذه. علاش؟ لان ما مره شكينا، ما مره تكلمنا، ما مره ما تيجاوبوكش كاع، ما كاينش يعني الناس خارج التغطيه. حنا دابا ملي كنت الساكنه ديال اسم المنطقه، حنا منطقه الورود السعاده، ملي كنجيو عندك الشركه وكنولاو دايره هاد الدوره وصل عندنا 380، حنا ما عندناش شركات هنايا، راه الناس ساكنه على قد الحال، السكن الاقتصادي راه ماشي شي حاجه اللي غتعطونا باش تعطونا شي كونسوماسيون كبيره علينا. الله يرحمه ولي ما تعاملوش معنا هاد الناس. شنو الخسائر ديالك؟ الخسائر ديالي يعني مشات لي الثلاجه ومشات لي ماكينه الصابون بزاف بزاف، يعني الامور خارجه عن السيطره. ملي كنهضروا معاهم كيقول لك اودي واحد البواطه عندكم سديتوا علينا، باش ما يمكنش هذيك البواطه نخليوها محلوله حنايا حيت عندنا دراري صغار. هي تحمل المسؤوليه ديالها، ما يقولوش لينا سير صايب ودير فاكتوره وجي تبع لا سيرونس. حنا ما تبعوش لا سيرونس، حنا نتبعوك نتوما اللي مسؤولين، نتوما كتخلصوا. حنا ما كنهضروش، حنا كنهضروا نتوما مادام كنخلصوا. ما مره شكايات عديده. حنا كنخلصوا الشركه ديال الضو صيب لي وتعوض لي الامور ديالك، خسرت لي الماكينه تعوض عليا. ما تقولش يا سي جي قاد لي امور، صيب الناس التكنيسيان ديالك، صيب الشركه ديالك، الانتريم ديالك، صيب لهم يقادوا امور مع الناس. راه حشومه هادشي اللي كيوقع في هذه المنطقه هذه.